هل صدام السيد مصطفى الكاظمي من عدمه سيحقق شيئا؟ يعني هل الصدام سيحقق شيئا أم عدم الصدام وترك الأمور كما هي هي التي ستنهي الميليشيات من ذاتها، خاصة وأن إيران بدأت تتبرأ من هذه الميليشيات بشكل أو بآخر؟ صحيح، نرجع خطوة لورا إذا ممكن. تفضل. أنا باعتقادي أن هذه الميليشيات تصرفت مو بإرشادات من إيران، بالعكس هي يعني ضربت المسيرة هذه على منزل رئيس الوزراء، هي قامت بها، أنا بالنسبة لي كانت هي صرخة نداء أو مساعدة إلى إيران كي تتدخل. لماذا؟ لأن تدرك إيران الآن تخلت عن كل شروطها بالمفاوضات، ووافقت أن ترجع للمفاوضات الملف النووي في آخر شهر في أوروبا. فإذا إيران ليست بحاجة إلى أي إشكال أو إلى أي عملية قد يعني تؤدي إلى توجيه أنظار المجتمع الدول على إيران واتهاماتها. فبالتالي استخدام الطيارة المسيرة كانت صرخة نداء ومساعدة من هذه الميليشيات اللي طبعا تخاف من حل الحشد الشعبي إلى إيران كتتدخل. ولذلك أنا قلت في تغريداتي بأن حضور قاني إلى بغداد كان متوقع. لماذا؟ لأنهم يدركون تماما أنه قاني سيأتي إلى بغداد وسيتحدث مع هذه الميليشيات وسيطلب منها بعدم تصعيد الأمني أو العسكري أو استخدام الطائرات ضد الطائرات المسيرة، لأن إيران الآن في مأزق كبير وعدم مفاوضات وتخلت عن الشروط. فلذلك خلينا نسميه هذا التكتيك الميليشياوي نجح في هذا في هذا في هذا الشأن، بأنه استدرج قاني من إيران إلى العراق لكي يتدخل. ولكن كل ما تدخل فيه قاعاني هو في الحقيقة أنه يقول للميليشيات هذه عدم التصعيد الأمني والعسكري، أي تهدئة، عدم التصادم مع رئيس الوزراء. إذن لاحظنا هنا بعد قاعاني بدأت هذه الميليشيات تنزل شوية من التصعيد وتطرح بعض النقاط حسب تصورها لعدم التصعيد. إذن اللي أرد أقوله بأنه هنالك صدام ما بين خلينا نسميه قوة الدولة الرسمية ورئاسة الوزراء وما بين بعض الميليشيات، ولكن السؤال هو مو الصدام إذا راح يكون صدام أو إذا ما يكون، السؤال التوقيت الصدام هو هذا الموضوع.